كونك رئيس كتلة راضي عن المكلف لرئاسة الوزراء؟ يعني أنا أعتقد يعني مو موضوع أنه راضي ما راضي، أنا ما شفت في الشيء لحد الآن سوى تكليف، وهذا التكليف يعني لا يمت بالرضا بال يعني بشيء. أنا أعتقد أنه أول رضا إذا إحنا مستعدين نرضى عليه يمضي بحكومة غير حزبية ما بها محاصصة. حسب معلوماتنا بأنه شكل وصل إلى ختام وكمل راح كمل. يعني أنا أعتقد أنه رأيك شو وقتي راح تكون بالبرلمان؟ الأسبوع المقبل راح يكون بالبرلمان يعني مع كابينته. نسبة المقبولية من البرلمان برأيك حسب الكواليس تسمع منا يعني أتكلمك بأمانة، جزء غير راضي جزء راضي. الغير راضي ليش؟ هسا الغير راضي يقول لك أنا ما عندي مشكلة حتى الراضي بقلبه ما راضي حتى